من الفيلم بيقول لكم حاجتين وهتتابعوهم معايا. الجزء الاول ان بورسعيد المدينة الباسلة في 56 هي من سجل النصر بعد ما اسرائيل دخلت بعد تهديد انجلترا وفرنسا لعبد الناصر ولدولة عبد الناصر في وقتها، واتهموه بان هو ديكتاتور وانه يعني يأخذ شعبه الى الهاوية، فقرروا عمل تهديد مباشر معلن بان هم جايين. وارجوكم ركزوا معايا علشان ما نقعش كلنا في اللي وقع فيه الشعب العراقي من 2003. قالوا في 56 ان هم جايين ينقذوا الشعب المصري من الدكتاتور عبد الناصر، وقالوا ان هم جايين علشان يسهلوا حركة الملاحة في قناة السويس لصالح الشعب المصري واقتصاد الشعب المصري، ولان دولة عبد الناصر كانت مصدر ازعاج بما تمثله من قيم، وبالتالي كان في رغبة عارمة لكسر هذه الدولة وهذا الطموح. فكان في كمان العملية الغير معلنة، عملية الانزال خلف الخطوط، خلفنا المظلات الاسرائيلية اللي تم انزالها. فكانت القوات محاصرة ما بين المظلات الاسرائيلية وما بين القوات البريطانية والفرنسية. مين اللي حسم معركة 56؟ الشعب المصري في جزء غالي جدا منه، هو اهلنا في بورسعيد، وشكلوا لحظة المقاومة الحقيقية، وكانت صفعة بيحاولوا دلوقتي يلاقوا منفذ جديد ليها. ارجوكوا ركزوا معايا، لان وقتها كان القانون الدولي والقرار الاممي انهم جايين ينقذوا الشعب المصري، وبالتالي وفقا للقانون الدولي وللقانون الاممي كان لازم المصريين يكملوا مقاومة لمدة 3 ايام كاملة، لانه بعدها سفارات الانذار كانت ستدوي وفقا للقانون الدولي. عارفين بقى النهاردة بيعملوا ايه؟ بيخلقوا عملية الانزال مننا فينا، ادي واحدة. اتنين، بيقولوا انهم جايين يغيرونا للديمقراطية ويحسنوا اوضاعنا الاجتماعية ويسيطروا على قناة السويس ويخلوا جزء مننا. ما هي الانزال دلوقتي ما بقاش بمظلات اسرائيل، بقى منك فيك. عشان كده عايزاكم تشوفوا الجزء ده، ولما تشوفوه اعملوا معايا معروف، احنا عايزين نشيره قد ما نقدر، افضل بكتير من كل الاشياء الرثة اللي بيحاولوا يغيبونا فيها عن حقيقة ما نعيشه. تعالوا نشوف. جناب المحافظ. ايوه. انا بطلب باسم القيادة المتحالفة تسليم بورسعيد. انا بتلقى اوامري من الحكومة المصرية مش من اعداء بلادي. احنا اصحابهم جايين هنا علشان مصلحة المصريين. انا مصري واعرف مصلحة بلادي اكتر منكم. التسليم احسن لكم، والا هنقتل موية عنكم ونختار البلد بالقوة. واحنا هندافع عن كل شبر من ارض بورسعيد. انت بتحكم على الاهالي بالموت، هتقدروا تعملوا ايه قدام اساطيل جيوش بريطانيا وفرنسا؟ البلد لازم تسلم. حتى لو انا امرتهم بالتسليم مش هيسلموا. قول لهم في بلادكم ان عهد التهديد واستعمال القوة فات وانتهى. الولاد هيموتوا من العطش وما كانوش بقالهم يومين. كانوا فاكرين لما هيقطعوا عنا المية هنسلم. العطشان دلوقتي يشرب، هيشرب من دمهم. ايه اللي طلعك من المجتمع؟ الانجليز والفرنساويين حطوا العلم الروسي مع العلم المصري على دبابتهم، خرجت الاهالي تقابلهم، حصدوهم بالمدافع وداسوا عليهم بجنازير الدبابات. ارض المستشفى دايس باللي راح دراعه واللي قطعت رجله. سبتلهم مطرحي وجيت هنا اعمل اللي قدرني عليه ربنا. رشيدة وولادك كمان بيشتغلوا مع الرجالة. ماني حشتنا ما رضيتش. ومين يرضى والعدو في ارضنا؟ كلب.
شر الفتنة حلوة الوطن. اليوم وقد أصبح مصير الوطن بأهليكم، فإنني أرجو إليكم من أجل مصر الحبيبة العزيزة، من أجل بورسعيد الغالية، أرجو إليكم أن تقاتلوا. يعني بكل الود اللي بيجمعني بكتير جدا الحمد لله من ظهير هذه الدولة، في فرق في المعروض من الاستعمار، من الكيانات، من الحكومة العالمية، في فرق. هيقطع المية، هيقطع الامداد، الاكل، بيجيب واحد من ابناء الشعب علشان يكلم الشعب، فيجيبه في عربيته وهو قابع وراه في الخلف علشان يقنع الشعب المصري بانه يسلم المدينة احسن ما يواجه الجيوش. فيكون النتيجة ان المصري لما بيتحط في المشهد فيضحي بنفسه ويتقتل برصاصة في الظهر مش في الوجه. ده اللي انا متأكدة ان المصريين هيعملوه، ده اللي انا متأكدة ان الغوغاء والفوضى ومحاولة تشتتنا، عيد ميلاد فلان، مين بيفسح فلان.